أعضاء مجلس الجماعة ربما لم يخول لهم القانون بنص صريح حق الطعن في مجريات وفي مقررات الدورات، لكن فريق العدالة والتنمية مارس هذا الحق رغم يعني عدم وضوح النص، وتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في مقررات الدورة. راسل السيد الوالي لسبب واحد، وأن العامل العمالة هو سلطة المراقبة، هذا قانون ونحن نحترم القانون ونمارس القانون، لا يمكن تجاوز سلطة المراقبة، والقانون يفرض علينا يعني تقديم شكاية للوالي، والوالي له يعني الصلاحية في ممارسة صلاحيته وإحالة الملف على المحكمة. نحن مارسنا حقنا وننتظر كلمة القضاء، وربما سيكون هذا النوع من الملفات تمرين ديمقراطي داخل المؤسسات المنتخبة، ولما لا بإقرار نص تشريعي يتيح لأعضاء المجالس في الطعن في مقررات الدورة. إذا كان شي سؤال تفضل الأخت الكريمة.